السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس اليوم بنخدمو جلابة إيفازي بالقطن المبطن. كنبداو من قدام، هو الأول. كناخدو 10 سنتيم ونخيط هذيك الخياطة اللي كتكون في الوسط ديالنا باش تنبدا. خيطنا الخياطة من تحت، هانتوما كتشوفو خيطنا هاد الخياطة تاع القدام وخلينا ديك 10 سنتيم تاع الفتحة. وبغينا ندوزو دابا نلاقيو الكتاف، بغينا ناخدو الظهر تاع الجلابة، هو هذا. نقلب ديما على الكتاف، الظهر هو هذا، الكتاف هما هادو. وكناخدو لو جمالج ونخيطهم. الاخر ما خيطنا الكتاف بحال هذا الشكل هذا، وغندوزو دابا باذن الله نركبو لي مونش. كما ديما كنخلي لوج عندي الفوق، وكناخد لكم هو هذا الكفه تاعو، ها لوج. كنحط ديما لوج قبل ما نخيطو، غادي نشد ناخد النص تاعكم هو هذا، نكرانيه نقطع بحال هذا الشكل ونحط لوج مع لوج ونخيط. ونبدا من تحت البانه ونخيط سنتي. ونحاول نجيب هاد الكره اللي درت، نحاول نجيبو مع خياطات الكتاف. كما كنخيط وكنعبر باش تجيني التقويره هي هذيك، ما تكونش زايد. هانتوما شتي بهاد الطريقه هادي. بعد ما خدنا الكم الثاني هذا، ندوزو نلاقيو الجناب. ديما كنبدا من الكم، نحاول نجيب هاد الخياطة مع الخياطة مع اختها، ونمشي بصافي للخياطة. تلبل ديما هاد الكرة راه صعيبة شوية في الخياطة. نبدا ناخد نبدا هانتوما بعد ما وديما نوصيكم واحد الحاجة، تما بغيتو تخيطو الكرة ديما تديرو إبرة تكون جديدة ولا النمرة 70 تاع الكرة. خد النمرة 70. ديما كنخيط وكنقيس، يجيو الطريفات بجوج هما هادوك، ماشي نخيط طال الاخر ونلقى
طرف طويل وطرف قصير. المخيط نجنا بجوج، هاد الجنب الاولاني والثاني خيطناه، جمعنا دابا الجلابه، نقلبها دابا على لوج، على لوج هاد ديالها، ونجيو لهاد الفتحه اللي خلينا ديك 10 سنتيم اللي خلينا هي هادي، ونفينيها هي الاولى. كندير ثنيه في ثنيه تنفينيوها جوج دورات، نخيط هاد الفتحه هي الاولى، نجي حتى هنا نخلي بلا ونطلع السقوط وندور، كنخيطها شكل كاري مربع، نعاود نرجع نطلع للجهة الأخرى، هانتوما باش تبان ليكم مزيان، كتجي بحال هكا، كتجي فينيا، حيت هادي مدرتش بلا سجفة، حيت عندي القط مطوبل، منحتاج قاع ندير السجفة، غير فينيت هكا ديال ثنية في ثنية. بلا ديك السجفة اللي كتكون لداخل، هادي دابا خيطنا وندوزو دابا للقب، كناخدو القب هو هدا مبطن نضوء، هدا هو الطبطين باش ضوبلناه، كنقلب دابا ديما لوج جوا هدا كنخيطو على كفاه. القب هو هذا، عندنا في هاد الدورة هادي كنخيط هاد الجهة اللي دايرة هي اللي كنخيط، كنخيط سنتيم، هانتوما كيما شفتو خيطنا هاد الطرف، خلينا هاد الجهة بهاد الشكل، ناخدو لاخر حتى هو نخيطوه ديما على وجه مع الوجه، كنخيطو الجهة الدايرة. هانتوما كتشوفو دابا ملي خيطنا هاد الدورات، خيطنا هادي وخيطنا هاد الأخرى، غنجي دابا نلاقيهم، ديما ندير لوج على لوج، هذا هو الطبطين وهذا القب، ناخد لوج مع لوج، وناخد هاد الخياطة مع الخياطة، ونلاقيها ونخيط. شد العبارة بكل صباعي ونخيط سنتي، وديما نحاول نجيب هاد الخياطة مع الخياطة باش ما يجيش مديكالي مفوت.
بعد ما خيطنا القب هو هذا ها انت ممكن تلاحظ الضرو غادي نقلبو على كفاه بحال هكا من الداخل وغنمشي نشد هاد القناة هادو هاد القناة اللي دايرين غنشدهم بعضياتهم بحال هكا ونتقفهم من الداخل باش ما بقيش القب يخرج لي هذاك التبطين يخرج على بابا ندير غير واحد تقريبا واحد جوج سنتيم تقريبا شي جوج سنتيم فوق الخياطة بالضبط ونعاود نرجعو كي كان على الوجه بحال هكا باش يجي مضوبل باش إلا جبدنا جرينا هاد التخلاني هو مشدود ونشد القب وندوز واحد الخياطة من هنا باش ما يبقاش يتبرم ليا بحال هكا نزكي بواحد نص سنتيم تقريبا ونخلي تقريبا من هنا واحد جوج سنتيم ولا ثلاثة هي نخليها ماشي من الراس ونخيط نص سنتيم نفرض الاخر مع نخلي ديك الطرف سنتيم ها تبقى بحال هذا الشكل هذاك خلي ديك 3 سنتيم ودابا ندوزو باش نركبو القب بإذن الله بعد ما خيطنا القب هو هذا غندوزو دابا التكويرة نتاع الجلابة هي هادي باش نركب القب كناخد ديما النص ندير الخيطة اللي كتب مع الخيطة وناخد النص نكرينيها نعلمها إما نكرينها بالمقص إما نديرها الطباشي المهم كنعلمها ونجيب القب هو هذا وديما ندير لوجه لوجه مع لوجه تاع الجلابة مع لوجه تاع القبوة هذا وعندنا دابا الدوبل مال عندنا دابا ثلاثة طروفة هادي ديال التقويرة وهادي ديال التبطين وتاع التوب كنجيب هاديك التنية اللي تنيت كنحطها على الخياطة هانتوما كتشوفو كتجي التقويرة في النص ونقلب عليها التبطين بحال هكا ونخيطهم ونخيط سنتيم حتى جهة الكتاف نحاول نخيطهم بثلاثة بدقة واحدة كنجرهم بثلاثة حتى عند الكتاف ونحبس كنخيط حتى تبان ليا خياط الكتاف هي هادي هي الخياطة خيط تجي في الكتاب وقفت وقطعت الخيط باش يجي بحال هكا باش متبانش الخياطة كتجي مفينية من هنا وكتجي مفينية من هنا وندير نفس الشكل الجهة الأخرى نعاود لكم نفس الطريقة في الجهة الأخرى باش تفهموها مزيان حيت هادي شوية فيها شوية ديال التقنيات كنشد هاد الطرف مع هذا وهداك التبطين الدوبلور هو اللي كنقلب عليه من هنا باش يجي تجي تقويرات الكول بين هاد جوج طروفات تاع القب ونحاول نشدهم ديما نزكيهم ما نطلقهمش ونخيط سنتيم عاود تاني من هنا
وديما كنحاول نقاد دابا ما تبان لي انا بيسا غليظه شويه بحال هكا، نحاول نقرب لكم باش يبان لكم هذا الشيء اللي تندير. خليت تنقل هاد الكتاب واحد بس تنقلب بحال هاد الشكل هكا، تجي فين يمنا وفين يمنا، وكيبقى هاد الوسط محلول بوحدو، فهمت؟ تيبقى هنا محلول. هانتوما عندنا دابا تلات طروف، واحد هنا جوج هنا تلاتة، ديما كناخدو هاد الجوج اللي كيتشابهو نفس التوب هو هدا، كناخدهم تنخيطهم بوحدهم. الطرف الفوقاني ما كنخيطوش، كنخيط غير الجوج التحتانيين. وكنحاول نجيب هاد الخياطة مع الكرام، داك الكرام اللي درنا، إلا ما جاتنيش الخياطة مع الكرام راه غنقبط لها يجي عوج، بس ديما الخياطة تجي مع الكرام. احنا خيطنا هنا سديناه، ويبقى دابا الطرف ديال قطع الدبلور نقادو، ندير تناخدو وتندخل هذاك السنتيم نطلعو لفوق ونشد هذا نتنيه نتنيه واحد شويه باش يجي فيني نتنيه واحد نص سنتيم الفوتوج، ندوز الكوتيره من الكتف حتى الكتف نفس الشكل. عاود تاني كنحاول نجيب الكران مع الخياطة مع الكران ونخيط على البابور على الحرف. من الكتف حتى الكتف خيط وقطعت الخيط ونفيني هاد الشي، حيد الخيط وكيجي نقب بهاد الشكل هو نفيني وخيط مقاد. هانتوما كتلاحظو هذا خدمناه بلا سجفة، خدمناه نقب مضابل. ونجزون فين دابا لي مونش الكمام نية الكمام، ديجا عندنا السرجين سرجين هما هادو، كناخد واحد جوج سنتيم كانت تنية وكندوز الخياطة فوق السرجين، مبغيتش ندير ديك تنية في تنية كتجي غليظة، كنسرجي وكندير كنخيط ديك جوج سنتيم دايرة. هانتوما الخيط لكم من الاول، وديما كان فيني الخيطه ما كنخليهمش طال الخيط، وندوز لكم الثاني نفس الشكل تاع هو هكا، كانت لينا نفس العبار. نمشي مع الطره دايره، ملي كنت كنخيط ما نجبدش التقويره ونخيط، نخلي شويه نخلي التوب عادي، حيت الا جبدنا وخيطنا في الاخر غنلقاو مثلا خلينا في الطره 14 غنلقاو 16 ولا 18، يعني تيعرف ما خصناش نبدا نجرد التقويره نخليها عادي ونخيط. بالعكس انا كنساعد التوب باش ما يتيرش ليا التوب.
ثم خيط لكم الثاني هو سلمه بهذا الشكل هذا وندوزو للتكفيفة لتحت الأغلي هانتي هي مفصلة عندي فصلتها شوية أغوندي لتحت جات دائرية ديما الحاجة اللي كتجي دائرية من تحت ما كنفوتش جوج سنتيم كناخدو فيها سنتيم تقريبا سنتيم ونخيط كنبدا ديما من هاد الخياطة الجناب كنحاول نقاد سنتيم ونخيط وديما الجلابة نحاول نحطها فوق رجليا هكا باش ما نضل نقاد التكفيفة نمشي بسنتيم هانتوما بحال كما تلاحظوا كان تنخيط سنتيم ديما الصبع كنخيط طالع السبع ونوقف ونعاود نثني ونعاود نخيط طالع السبع ونعاود نثني ونجر الثوب ونعاود نثني سنتيم ونخيط ديما كنشد العبار بصبعي هاكا بحال هاكا نخيط نقرب ونعاود نجرب سبعين على الجيب ونعاود ديما نخيط غير القياس باش تجيني تكفي فيها مقادة ماشي نبدا ندور غير هاكا وصافي حتى لخا تلقى ما تلقى ما تني كتجي عوجة ديما نعاود نشد العبار هو الأول ونخيط نوقف ونعاود نشد العبار ونمشي بنفس القياس تقطع لي الخيط نعاود نضمو واحد صاري التكفيفة ديالنا والجلابة هي سالات هانتوما شتو كيما شتو الشكل النهائي ديال الجلابة ديالنا هي هادي حب منظور والفتيحة هانتوما لكم يمات ديالها